اجواء شويه في مطار القاهره. يلا احنا قدامنا صوره اهي، لكن كمان عايزين نعيش الاجواء اكتر من خلال زميلنا وموفد قناه الاهلي في رحله الاهلي الى المغرب، الزميل العزيز كريم احمد. كريم، مساء الفل عليك، وان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه، وكما هي العاده منك ومن كرو العمل ان شاء الله هنتابع تغطيه خاصه وحصريه من خلالكم، واكيد ان شاء الله هيبقى فيها مفاجآت ايجابيه لكل جماهير النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لجمهورنا العظيم، وايضا كمان لنقاطنا الرياضيين الكبار طبعا الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري. ويا رب محمد كالعاده يعني النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا وباصراره وبشخصيته يقدر ان هو يحقق يعني نتيجه كبيره جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي وجمهوره العظيم. يعني يا محمد لو بنتكلم قبل كاس العالم وقبل الترتيبات، هي فيها ترتيبات الهيه الحقيقه، يعني يمكن جايين من بعيد جدا، النادي الاهلي مش موجود في البطوله، النادي الاهلي يمكن تعرض لظروف كثيره جدا في خلال النسخه الماضيه، لكن ان المباراه ان البطوله تقام في المغرب، النادي الاهلي يخش وسيط، في امور الحقيقه يعني بتدينا اشاره وبتدينا ان الحق يمكن لابد يعود لاصحابه كالعاده. النادي الاهلي اجتهد بشكل كبير جدا في النسخه الماضيه، لكن همنا وهدفنا محمد دلوقتي خلاص هي هذه البطوله. يعني ان شاء الله باذن الله تركيزنا يكون كبير جدا، مستر كولر وترتيباته وتحضيراته والمجموعه اللي مسافره مع فريق النادي الاهلي باذن الله يكون التوفيق معها كل الامور محمد. الحمد لله رب العالمين تحضيريا في مصر في التدريبات، يعني النهارده لو بكلمك على بدايه اليوم النهارده كان في تدريب لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، انت عارف السفر لطنجه ومن طنجه الى تطوان، يعني خلاص يعتبر النهارده اليوم انتهى لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات. فكانت يمكن الحقيقه رؤيه فنيه مميزه جدا ان انت كالعاده تتدرب النهارده ومباشره تتوجه الى المغرب. الاجواء في التدريبات محمد فيها تركيز كبير جدا، اللعيبه عارفه ان هذه البطوله مهمه جدا، بعيدا عن اي امور هذه البطوله مهمه جدا لكل اللاعبين، للاعب للسي في بتاعه، للنادي الاهلي بقيمته الكبيره، مهما كانت الامور ومهما كانت الصعوبات والغيابات الحمد لله قابلتنا الفتره اللي فاتت، عندنا امل كبير وثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بالجديه الكبيره بالاصرار بوجود الكابتن محمود الخطيب كعادته طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي، القيمه الكبيره واللي بيدي رساله ورا الفرقه في كل البطولات، ده امر مهم جدا بيدي دوافع كبيره جدا مع الدوافع الكبيره اللي متواجده مع فريق النادي الاهلي. اداء كان طيب في بطوله الدوري العام، ادينا مؤشرات كبيره جدا ينقصنا التوفيق محمد ان شاء الله في هذه البطوله، وتكون انطلاقتنا قويه جدا لاهم مباراه في البدايه، المباراه اللي هتفتح لك المشوار مباراه اوكلاند سيتي، محتاجه تركيز كبير انها مباراه كاس، مباراه نهائي، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون معنا محمد. طيب احنا شايفين قدامنا يمكن لقطات للاعبين وفي صور تذكاريه مع الجماهير، وفي يعني اهتمام كبير جدا من الجماهير حتى بالفريق في المطار قبل التحرك ان شاء الله والمغادره حوالي الساعه 5 يعني بعد قليل، لكن عايز اعرف منك انطباعات اللعيبه. يمكن انا شايف كمان كولر يمكن استعان بمعظم القايمه، يمكن بتتكلم 29 لاعب، انا شايف محمد فخري، شايف محمد اشرف، حتى هل كوكا موجود ولا مش موجود يا كريم برضه لو تقدر تقول لنا، كهربا، الشناوي، قفشه، محمد شريف، شادي حسين، يعني كل التشكيله الاساسيه موجوده حتى مع كولر قبل اختصار القايمه واعلانها باذن الله بعد غد. يعني بالتاكيد يا محمد طبعا كلنا شفنا لعيبه النادي الاهلي مجرد وصولها الى مطار القاهره، اقدر اقول لك ان يمكن كولر بيصطحب كل اللاعبين باستثناء كوكا الحقيقه، يمكن سالنا طبعا عدم وجوده، يمكن كوكا تعرض للاصابه او تعرض لاجهاد، يمكن الراجل فضل ان هو ما يكونش متواجد، لكن كل اللعيبه متواجدين، شادي، رامي ربيعه، كهربا، الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، ربيعه، علي معلول، محمد شريف، ايمن اشرف، لعيبه يعني كل اللعيبه الحقيقه الحمد لله طمنا عليها بشكل كبير جدا على جاهزيتها. الراجل يمكن اتكلم قبل من السفر مع لعيبه النادي الاهلي، الجاهز لابد يكون متواجد معانا، الراجل مش عايز يعمل ريسك لان انت محتاج لكل اللاعبين، المباراه محمد متتاليه زي ما بقول لك، انطلاقتنا بس تكون جيده نقدر ان احنا نتخطى المباراه الاولى، تكون الامور بالنسبه لنا هتكون باذن الله ومشيئه الله ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي. الرحله محمد خلاص يعني اقدر اقول لك ان احنا في خلال ربع ساعه او ثلث ساعه خلاص نبدا نخش طبعا الى القاهره ومنها الى طنجه، ومن طنجه نستقل طبعا حافله الى تطوان. عايز اكلمك كمان بشكل عام على تواجدنا في تطوان، يمكن انت هتكون متواجد 28 و29 و30 31 ليلا، هتتوجه الى طنجه لاقامه في فندق اخر ليكون جانب طبعا ملعب ابن بطوطه لاستقبال المباراه الاولى مباراه اوكلاند سيتي ان شاء الله باذن الله بمشيئه الله، ربنا يكرم الفرقه باذن الله بدعوات كل جمهور النادي الاهلي وباصرارنا الكبير تبدا ترجع تاني يا محمد على تطوان، تقعد تتمرن اثنين وثلاثه، امور يمكن صعبه جدا بتنقلات كبيره جدا، لكن التضحيات موجوده كالعاده لفريق النادي الاهلي، مهمه صعبه ومهمه كبيره ان شاء الله باذن الله محمد، كل المناخ وكل الترتيبات الاجواء التحديات ان شاء الله تكون كبيره جدا، وباذن الله نقدر نوصل لاخر نقطه في هذه البطوله بالروح الكبيره اللي احنا شايفينها، بالترتيبات الكبيره جدا، بتوفير المناخ الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن سمير عادلي طبعا، كابتن محمود الخطيب كالعاده، الكابتن سمير عادلي، عميد علاء صلاح، الدكتور محمد شوقي، كل طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المتواجدين معانا في هذه البعثه ان شاء الله باذن الله يكونوا
كالعاده طبعا يقوموا بكل الترتيبات لمساعده فريق النادي الاهلي للتركيز فقط لغير في 90 دقيقه. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. طيب كانت في لقطه كده بينك وبين الكابتن سيد، هل في تصريح او في معلومه جديده كده قبل السفر؟ يعني والله يمكن انا سالته محمد بشكل شخصي، قلت له الكهرباء هيكون متواجد في المباراه الاولى، قال ان شاء الله الكهرباء يكون متواجد في المباراه الاولى باذن الله. طبعا هي رؤيه فنيه، لكن الامور بالنسبه للكهرباء امور طيبه جدا مع لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله. انت عارف يا محمد اي حد يكون متواجد امر مهم جدا يكون مركز، كهرباء متواجد مش متواجد روحه لابد تكون مع فريق النادي الاهلي. الانكار الذات مهم جدا في هذه البطوله، لان النجم هو النادي الاهلي، هدفنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده الامر اللي بيسعى عليه الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اطمنك على حاله اللاعبين البدنيه والفنيه ممتازه، كل اللعيبه مش حد بيشتكي من حاجه، الروح المعنويه مرتفعه جدا بالاداء الرائع اللي احنا شفناه الحقيقه في مباريات بطوله الدوري العام. كاس العالم مختلف بشكل كبير، مهما كان اوكلاند هو بطل في طبعا قارته او كده، كل الامور دي ملهاش حسابات، الحسابات بتكون على ارض الملعب، وده اللي بياكد عليه مستر كولر واكد عليها الحقيقه محمد في المحاضره اللي كانت قبل التحرك الى المطار، قال بعيدا عن الترتيب، بعيدا عن قوتنا، بعيدا عن التاريخ، كل الامور دي مفيش اي حاجه بتفرق غير 90 دقيقه، اجتهد والعب وربنا هيكافئك ويوفقك ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله على مدار الايام، على مدار كام يوم طبعا اللي جايين ان شاء الله التدريبات تكون فيها جديه، اللعيبه تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا، لان احنا مش عايزين نخسر اي حد في اي مركز، الكل لازم يحافظ على بعضه، وان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل جيد جدا يا محمد، ويا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده لعيبه النادي الاهلي تفرح الشعب المصري كله وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله توصلوا بالسلامه. وعايز اقول لك بكره عندكم اكيد يوم شاق فيه تفاصيل كتير، يمكن بكره في اجتماعات للاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الدولي مع بعثه الاهلي ان شاء الله في تطوان، سواء بقى ورشه عمل، سواء في اجتماع فني للتعرف على اجراءات البطوله، كمان عندكم اجتماع مع المسؤولين عن مساله الفار والتحكيم عشان شرح اخر التعديلات، يعني بكره يعني يوم شاق شويه في الصباح، اكتر من 4-5 ساعات في اجتماعات، لكن باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه واستعداد بقى لمباراه اوكلاند سيتي يا كريم. ان شاء الله يا محمد طبعا، يعني خلاص نبدا نقول مجرد وصلنا الى تطوان او طنجة هتبدا بقى خلاص يعني الاجتماعات زي ما انت قلت، يمكن انت محمد عندك كثير من المعلومات في هذا الامر الحقيقه، فان شاء الله باذن الله الجانب الاداري يكون الكل موفق فيه وكل الامور طيبه، الجانب الفني مستر كولر والجهاز الفني بالكامل يقدر ان هو يمكن يشوف الهايلايتس واللقطات الخاصه جدا طبعا بالمباريات الوديه لاوكلاند سيتي، الترتيبات طبعا الخاصه جدا، يا رب محمد كل الامور وكل الترتيبات والتحضيرات تصب في مصلحه النادي الاهلي، ومش بعيد يعني بالاصرار الكبير وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نقدر ان احنا بمشيئه الله نوصل لاخر نقطه في هذه البطوله، حلم كبير كالعاده لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله كريم بشكرك شكرا جزيلا وموفق كالعاده ان شاء الله في هذه الرحله، ونتابع معاك كل الاخبار على مدار الايام القادمه. ويمكن في الختام انا بشكر كريم، يمكن قال لنا خبر مهم جدا ان احمد نبيل كوكا كانت فيه كلام كتير هل يلحق بالبعثه ولا لا، ولكن تاكد بشكل رسمي ان عدم وجود كوكا في بعثه النادي الاهلي بسبب الاصابه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد والجديد، ولكن بعد الفاصل.